إذن بعدما تكلمت عن مسألة حكم الأضحية وبينت بأن هي سنة قلت والسنة لا يأتم تاركها. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة، هناك إشارة مسألة أخرى بين المسألة التي يجب الإشارة إليها، أن كثير من الناس يعني كثير من الأحاديث التي وردت هي أحاديث ضعيفة، علها أحاديث التي وردت في فضل الأضحية مثل بكل شعرة حسنة، هذا حديث يعني ضعفه أهل الصنعة الحديثية. هناك وإن الدم ليقع من الله بمكان، وإن تأتي غدا يوم القيامة بأضلافها، وكذا، كل هذه أحاديث ضعيفة. قال أبو بكر بن العربي المالكي، قال بأن لم يثبت في فضل الأضحية حديث صحيح. ويمكن هذه الأحاديث لنا نزيدها شائعة في الخطب وفي المنابر وغير ذلك، ولكنها لا تثبت. لذلك يجب دائما على كل من ينشر حديث أن يعود للتأكد من صحة هذا الحديث. ثم إذا بعد ذلك ننتقل إلى مسألة السن التي تجزئ في الأضحية. الرسول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم أو تعصروا فتذبحوا جذعة من ضأن. يعني المسنة هي ماذا؟ المسنة هي الثني، هي الثني من ماذا؟ من الإبل ومن البقر ومن الضأن ومن المعز. إلا قالك إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من ضأن. الضأن هو اللي كنسميوه، نحن نسميه في المغرب نسميه الغنم، هي الغنم في الأصل هي تضم الضأن والمعز، يعني بجوجهم كيدخلوا في المسمى ديال الضأن. حنا هذه كنقولوا الضأن، يعني هي الغنم، هي اللي كضحوا بها أغلب المغاربة. هذه إذا السن التي تجزئ فيها هي ماذا؟ يعني عند الجمهور 6 أشهر فما فوق، يجب أن يكون سنها ملي بغي نشريها خصو يكون في 6 ديال الشهور. المالكية هناك من قال 6 أشهر، هناك من قال 8، من قال 10، من قال يعني سنة، من قال سنة. وهناك في مذاهب أخرى نجد أن يعني القول الراجح هو 6 أشهر، أن الجدع هو ما كان له 6 أشهر فما فوق. أما قلت بالنسبة للماعز، يعني كثير من الناس يضحون بالماعز، هذا لا عند الجمهور لا يجزئ فيه إلا من كان له سنة على الأقل، سنة فما فوق. كثير من الناس مثلا يكون مصاب بالسكري ويشتري يعني جدع من المعز، هذا لا يجزئ في الأضحية، يعني أنه عبارة عن لحم يأكله، يعني لن يكون له فيه أجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أحد الصحابة يعني قاله أنه ليس له، كان قد ذبح قبل الصلاة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هو لحم قدمته لأهلك؟ فقال له: لي جذعة من معزين. فقال له: اذبحها ولا تصلح لغيرك. لا تصلح من هنا، أخذ لأن حديث نبوش لا تصلح لغيرك، أخذ الجمهور بأن إذا جذع المعز يعني ما كان له يعني أقل من سنة إنه لا يجزئ في الأضحية. ثم مسألة أخرى، مسألة التني من البقر، يعني عند الجمهور التني هو من البقر وما له سنتان ودخل في الثالثة، وعند المالكية هو ما كان له 3 سنوات ودخل في السنة الرابعة. وهناك مسألة هنا يجب الإشارة إليها، أن بعض الناس يريد أن يضحي بالبقر فيشتري بقرة يعني لها ليست بتني أقل من 2 سنوات ويقول أنني سأشتري كبش معه، هذا لا يجزي، يعني لا يجزئ، فذلك يصبح عبارة عن لحم تأكله، ليس لك فيه أجر، ليس لك في ذلك أجر إلا أن يتقبل الله منك. لكن نحن نتكلم من الناحية الفقهية، ما جاء في الفقه، ما هو مدون في كتب الفقه، وما هو يعني متفق عليه عند جمهور الفقهاء أو مجمع عليه عندهم. إذن فالذي يريد أن يضحي بالبقر فعلى الأقل بالنسبة للمذهب المالكي 3 سنوات وتكون دخلت في السنة الرابعة. وبالنسبة في غير المذهب المالكي نجد هناك أنا مقال 2 سنوات ودخلت في السنة الثالثة. ثم بالنسبة للإبل يعني هي ما كان لها 5 سنوات ودخلت في السنة السادسة. مسألة الاشتراك في الأضحية، مسألة الاشتراك في الأضحية يعني عند المالكية، إن نحن هنا في المغرب نتبع المذهب المالكي، إن لا يجوز كما جاء في مختصر الشيخ خليل أنه لا يجوز. وفي كتب الفقه المالكي كل عندما ثبت عن مالك في جميع كتب الفقه أنه لا يجوز الاشتراك في
في البقر ولا في الإبل. أولا بالنسبة للضأن يعني الغنم اللي كنقول حنا الغنم أو الماعز، هذا باتفاق هي لا تجزئ إلا عن الرجل وأهل بيته، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته. أما بالنسبة فهذه لا يجوز الاشتراك فيها في الأجر أو غير ذلك، عند الجمهور عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم شي واحد جوج يقول لا حنا غادي نتشاركوا جوج خوت لشي حاجة الثمن وغير ذاك نتشاركوا في ما ساكنينش مع بعضياتهم. غادي نذكروا الشروط اللي ذكروا ديال الاشتراك في الأجر، فين كيكون الاشتراك في الأجر سنذكرها. إذا بالنسبة عند جمهور علماء لا يجوز الاشتراك بالثمن، أننا نشاركوا في خروف مثلا نجيبوا حنا جوج ونقسموه وغير ذلك، هذا لا يجوز. الذي بالنسبة للبقر وللإبل، إذا المالكية لم يجيزوا الاشتراك في ذلك، قالوا يجوز الاشتراك، يعني لا يجوز الاشتراك في الثمن وفي اللحم لا يجوز، قالوا يجوز الاشتراك في ماذا؟ في الأجر، أن الإنسان عندما يضحي إذا يشرك معه في الأجر من؟ من ثلاثة ديال الشروط اللي داروا، أن الإنسان كي خصو يكون ساكن معه يسكن معه في نفس الباب، كيخلقوا عليهم بباب واحد، ثم يكون من أقاربه الشرط الثاني، ثم يكون ينفق عليهم كما هو الحال يعني مع رب الأسرة، سواء كانت النفقة واجبة أو غير واجبة، واجبة بالنسبة للأبناء والزوجة أو الوالدين، وغير غير واجبة بالنسبة للخال والعم مثلا إذا كانت في هذه الشروط، فإنه يشركه معه قلت في الأجر. بينما قلت ذهب الجمهور بأنه يجوز خلاف للمكي يجوز الاشتراك، لأن كما جاء في الحديث النبوي الشريفة عن الصحابة أنهم في عهد الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا سبعة بالبقرة وسبعة ضحوا بالإبل، لكن مالك قال أن ذلك كان في الحديبية، كان يعني في صلح الحديبية، كان في الهدي ولم يكن ذلك في الأضحية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.